ماذا لو قلت لك عن مجموعة من الطيارين الذين غيروا مجرى حرب عالمية ليس بالأسلحة المتقدمة بل بالشجاعة الخالصة والتخفي؟ طاروا تحت غطاء الظلام وأصبحوا كابوس النازيين الأسوأ. الساحرات الليليات سرب كله من النساء. قادوا طائرات ثنائية الجناح مصنوعة من الخشب والقماش. صممت في الأصل للتدريب، لا رادار لا راديو حتى لا أسلحة، ومع ذلك شاركوا في 23 لبالف مهمة قاموا بإلقاء القنابل على معسكرات النازيين متجنبين قبضة العدو. هذه الطائرات الصامتة والمميتة كانت أكبر ميزة لهم، ينزلقون بمحركات مطفأة لإسقاط حمولاتهم. أصبحوا أشباح الليل، شجاعتهم لا مثيل لها. واجهوا الصقيع ومدافع الطيران المضادة والتهديد الدائم بالموت دون مظلة في الأفق. إرثهم شهادة على التحدي ضد الطغيان، مثبتين أن أشرس المحاربين غالبا ما يأتون من أماكن غير متوقعة. كسرت الساحرات الليليات الصور النمطية وخط النازيين، ملهمين الأجيال القادمة.